يمكنكم الدخول. شكرا. تجولوا في المكان. خيرا عبد الرحمن. خير يا أخي خير. جاء الوقت لفتح القلعة يا أخي. سيهاجمها سيدي عندما تفتح أبوابها غدا صباحا، وسيزور أريس عند الظهر ليجعل قلبه مرتاحا ولا يشك بالأمر. خير ما سيفعل يا أخي، لأن أريس زاد الاحتياطات في القلعة منذ أن عاد سيدنا، وهو يفتح أبوابها عند الشروق ويغلقها عند الغروب. يجب أن يكون جنودنا داخل القلعة حتى يمنعوا إغلاق أبوابها بوجهنا. هذا ما قاله السيد أرطغرل. أنا ومعي بعض الجنود تنكرنا ودخلنا بحجة أننا تجار. إذن لن يبقى لنا سوى نشر النار في هذه القلعة. سيدي يريد معرفة كل ما تعرفه عنه. هيا تعال معي. حماك الله عزيزي سيد القبائل الثلاثة، ليمنحك ربي مناصب أكبر بإذنه إن شاء الله. المناصب هي من أجل خدمة دعوة الله فقط حليمة، ليرضى الله عنا وليدم علينا ديننا وقوتنا، وهذا يكفينا. أنتم اذهبوا إلى القبيلة، سألحق بكم عند عودتي. اليوم هو يوم النصر حليمة، اذهبوا برعاية الله. وكن أنت أيضا برعاية الله أرطغرل، وليفتح طريقك. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما أحوال الجنود تورغوت؟ عبد الرحمن وجنوده تسللوا إلى القلعة وسيحضرون المعلومات بأسرع وقت.
أحسنتم. ما الأحوال سيد أرتوك؟ جهزتم للزفاف؟ كل شيء تم ترتيبه حسب الأصول، الكل يعمل عمله. ثم إن الأهالي منذ وقت طويل لم ينثر عنهم تراب موتاهم، وهذا الزواج سيكون وسيلة لفرحهم إن شاء الله. الزواج فاتحة خير، وإن شاء الله تعالى سننتصر بغزوتنا القادمة يا أبطال. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله سيدي. أثناء غيابي عنكم أنت من سيدير الأمور هنا سيد أرتوك. أمرك سيدي. أتسمح لي بالدخول سيدي؟ تعال سامسة. سيدي، التاجر داريوس يطلب المثول أمامك. فليأتي لنرى. تشرفت بقبولك رؤيتي سيد أرطغرل. أهلا بك داريوس. أهلا بك. سلمتم، عدت من الموت بفضلكم وأردت أن أقدم شكري. سلمت، هل أنت تاجر؟ بماذا تتاجر؟ بكل شيء، أتاجر بكل شيء يجلب لي الربح، الفرو، الحيوانات، الحرير. قلت إنك لجأت إلينا عندما هجمك قطاع الطرق. حسناً، لماذا لم تلجأ إلى القلعة؟ لا أعلم، كنت فاقد الوعي ولم أعلم إلى أين قدت حصاني، ومن حظي أنني وصلت إلى أناس يرحبون بالضيف، وإلا لفقدت حياتي. حسناً، إذا أنت ضيفنا الآن يمكنك البقاء قدر ما تريد، وستؤمن كل احتياجاتك. شكراً سيد أرطغرل، ليرضى الرب عنكم. تورغوت، لا تتركوه دون مراقبة. حسنا سيدي، هيا فلنذهب. يا الله.